الصور ترد الآن تباعا من قلب كييف أو من خاركيف لدخول هذه المدرعات الروسية إلى داخل المدينة. إذن أكثر من مصدر يؤكد أن خاركيف الآن سقطت والقوات الروسية تمكنت من دخولها وكسر الحصار الذي كان مفروضا عليها. لا نعلم إذا كانت هناك سيطرة كاملة، لكن حسب مستشار وزير الداخلية الأوكراني ما أوردناه من أخبار، هو قال بأنه نجحت القوات الروسية في دخولها.